خوت السلام عليكم، اش اخباركم؟ مزيان؟ اش كتعاودوا؟ كيدوزوا نهاركم؟ المهم الخوت اللي لعب تيرسي ديال اللعب ديال اليوم بالصحة والراحة، واللي لعب كذلك كانتي خصنا غير واحد على ديزوردر. ديجا الدراري هضرنا على الواحد اللي زادو شد كاتربونيس ديالو بالصحة والراحة. المهم مرحبا واهلا مرحبا الخوت، ودائما قناة عشاق الخيل اللي كانتي تيسي كوارتي كترحب بكم من جديد. غدا خوت مغدي سان كلود رينيو الكورسة، وقيلة الرابعة، الكورسة الرابعة، ديبار غيمشي مع الوحدة وخمسين دقيقة، بريمير اي بريفو بلا اونديكاب ديفيزيون ريفيرونس ديال بيس 17.5 حتى البلس 19، 50,000 أورو، 200 متر، 16 باردو غازو كورت اغوش. يعني هذا الريفيرونس ديال بلس 17.5 دائما اي عود كندخلوا ليه نقلبوه ونبحثوا يعني عليه كنشوفوا شنو داير في الريفيرونس ديال بلس 17 وكذلك في البلس 19، وكنجري في تيران غازو شنو داير. هذا مكان اول حاجه غنمشيو الخوت يعني الباسي او لا الفافوري ديال مثلا الجيني كورس معطيه مثلا 4 2 8، لا شونس ريغيري معطيه 5 1 3 11 15. في الاوتزايدر هنا غادي يكون الحياه الخوت ديال الكانتي غدا ان شاء الله بحول الله ما بين 14 و13 و96 و12 و7 و10 و16. غندوزو ديريان مينيت ديال جيني كورس هو الكنز، هو الكنز تنظن غدا يقدر يبان الكنز حيت اليوم كانوا عاطيين تسعود ما بانش. المهم ندوزو دينير سيسي سور لا باركورس معطي مثلا الواحد شهر حد 3 في 11 2021، كذلك تسعود شهر 10 في 7 2021، مثلا 10 شهر 9 في 14 2021، 12 شهر 6 في 30 2021، 14 شهر 5 في 18 2021، 15 شهر 5 في 12 2021. يعني فاريسيون كاين نف يعني ديال الكوالا النف زايد 3.9 كيلو فاصلة 5، كذلك الكنز زايد 2.5 كيلو، كذلك 15 زايد 2.5، 12.5 كيلو 16.5 كيلو. هنا خوتي الحي في غيكون ما بين 12 و16، المهم على 12 11 نقصلو نص كيلو يعني كيلو. بريمير دو هونديكاب هو رقم 8. الباسي اللي رجعنا قلبناه وبحثنا عليه قلنا رقم 8 حاضر في جميع الباسيات 8 في تيران كاللورد، وكذلك في تيران كذلك انتري تري لورد، وكذلك لورد، وكذلك بونسوبل، وكذلك يعني هادو رقم 8 حاضر دائما في شهر 9 في 19 جا تروازيام رقم 8، كذلك في شهر 9 في 18 جا دوزيام، كذلك وكذلك في شهر 11 في 9 2019 دا ويتيام سانكيام كذلك، وكذلك في شهر مثلا 11 في 7 دار سانكيام. يعني هاد رقم 8 تنظن غادي يكون حاضر. لونترينور اللي مزيانين ديال المفاجأة ممكن في هاد الشهر هذا ديال 11 في 7 جا باسكوير جونياس باكو بواسون وشيميني. المهم لونترينور ديال سماكا راه بان، كذلك هنا لوميتر غيو غايو باسكوير ميل ميشيل اون، كذلك ديميرو هاردوين غيو. يعني هاد لونترينورات كاملين مزيان الخوت، غير هي خوتي راه كيجي يعني الكانتي مزيان مخلص الكاتريام، هو اللي كيجي مخلص الكاتريام دائما. قيسو جا كاتريام 43 طوكار، هو اللي ركب على غدا على رقم 16. كذلك
هنا موين، كذلك كذلك هنا تاني موين، كذلك هنا طوكارجا دوزيام ديميرو شوريس جاب 31، والطوكار موسي جاب 73، هو رقم مثلا 15 جاب 73 طوكار. يعني هذا هو الجيني كورس، وهذا هو الباسي ديال الكانتي اللي غيكون غدا ان شاء الله. غير هي الخوت نحاولوا نركزوا على اللعب ديال غدا ان شاء الله. لابريس اخر انكا مان وفي سيني با، كاين انكا مان هو رقم 12 زيرو فوا، وكذلك 16 زيرو فوا. هادو خوتي غتحضروا منهم غدا ان شاء الله 100%، ما بين 12 و 16 غيكونوا 100%. اما واحد ضروري غادي يكون كاتريام، اما واحد غادي يكون كاتريام، المهم ما عليتناش. اللعب اللي غيكون عندنا خوت هي غتسناونا خوتي في اللايف، في اللايف نشرح لكم باسي داك الديريمينيت مثلا الفافوري لا شونس ريال اوتزايدر، غير هي تسناونا في اللايف مع العشرة ونص. واللي جديد معنا الخوتي يخليه مثلا مع واحد لي جيم، واللي جديد يتابونا في هذه القناه ديال عشاق الخيل الكانتي تي سي كوارتي، دائما كتفيدكم بمعلومات مزيانه وكتستافدوا منها 100% 100%. المهم راكم عزاز وغاليين، ومع احترامي لكم وين ما كنتو من طنجة حتى للكويرة، هذا غا كعوين من عندها. واللي جديد معنا يخلي مثلا مع لي جيم ويتابونا، ومرحبا وآل مرحبا، وراكم عزاز الخوت، ومع السلامة. تناونا خوتي في اللايف يعني ديال الكانتي عشاق الخيل.